هم الخضرا والسلاطين. هم مين واحنا مين؟ هم الخضرا والسلاطين. هم المال والحكم معاهم واحنا الفقراء المحرومين. هم المال والحكم معاهم واحنا الفقراء المحرومين. حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين. حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين. صندوق عجب قبل ما صورة تحجب وبيس علي المقام من يده قال مسا عليك يا مؤقت على هالحل الوقت اللي وحيسلي بيه يا مدام يا الوليد لقيتها تنقوا بوقتي صافا وين ابوكم يا بوم قبايل يا داخل خارج للدار وشكون يتجرى ويقول لي ارفع النقاب وانا ماهي بقرار من رئيس البلاد هادي لا تخت الله عطار لا الخزار ولا اللي من هبه ودبه وطرق البيت كان طارق ديرتي طارق من الاحباب وردوا بالكم كي سقسوكم وعلى رؤوسكم يسلبوكم كي سالوكم بابا فين قولوا بابا سافر اما مش نقاب بابا ارضه كانت له بلاعه بابا فاسمح وديك السمع والطاعة يا ابتاه ولكن ماذا لو اذا طرق الباب ونحن ليس نملك ولا ان ترفون بالكفي راي ولا حتى عين سحرية والرؤية محجوبة خارج الدار وما يدرينا الطارق أنت أم ديان متنكر في نقاب ولابد لنا خلف الباب ها هذه تعدت عليك ألم تقرأ لها صفر فاصل حساب كم قص لها قبل فوات الأواني فالوقاية خير من العلاج أحسنت يا بلي صدق من قال يوجد في الصفر فاصل ما لا يوجد في التسعة وتسعون فاصل سوف أسخب ثقبا في الباب وعندما أطرقه أرفع لكم النقاب نطقت أمي بنغادي وفرتت على راس الكرشة تقول تسيلوا مغرفة يا أخي ما نعرفه بخري كان بالكرشة شي نطق الذر تي الأحجار بربي يا رفيقي يقولي شنو احساسك كان بعث القناة تي بعث العقار الملك الاصلي للدار يفيق بالثقب في الباب ونحن محسوب ساكنين مواقف كره يا يراجعك اخرج الباب من سياق يا استعملته في غير محله يا يطلع الحكم امر على الباب ويرفع بقضية في السلم تي في الثقب وخرافتنا خشيت الغابة والعام الجاي ان شاء الله ما يجيناش تقفص الصعبة